كويس اصلا اللي حاصل ده، فكره الصفقات الكتيره اللي حصلت في كتير من الفرق. اكيد المبدا من يعني من حيث المبدا فكره كويسه، في انت محتاج لعيب في مركز معين فبتدعم او بتطعم انجاز التعبير قوام فريقك الرئيسي بمجموعه صفقات. لكن كما هو الحال في فرق معينه زي اسوان مثلا لما بنتكلم على 19 صفقه، فانت بصدد فريق جديد تماما، وهتبقى نازل بتلعبه مش بقى بموروثك وخلفيه ما هو معرفتك ده دي، انت مش بتلاعب ضامن فرقة مش هتشوف ايه. عارفها. صحيح صحيح، هي الفرق اللي عامه كل الفرق دعمت هذا الموسم، ولكن المدير الفني الكوف اللي هو بيدعم على وفق الاحتياجات بتاعته. انا ممكن ادعم باربع او خمس صفقات بس هم فعلا هو ده اللي اللي انا عمله محتاجه. الاهلي. النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي السنه دي ما اتعاقد مع 3 صفقات مثلا، فبالنسبه له هم دول الشوط الاهم. ليه؟ والفرق اللي دعمت بحاجه و20 صفقه لا مضعوف. الاسوان طبيعي الفرق اللي طالعه من القسم الثاني بالتاكيد لازم تدعم، عشان القسم الثاني مختلف تماما عن الدوري الممتاز، فبالتالي انت بتجيب لعيبه خبرات عندها خبرات، ولكن فكره التجانس مش هيجي من مره واحده، مش هيجي من مباراه او مرتين، هتاخد وقت طويل جدا، والوقت الطويل ده ربما يبقى فيه نزيف نقاط. نزيف نقاط واقاله مدربين، يعني انا متوقع خلال الاسبوع الثالث او الرابع من الدوري ممكن تلاقي فيه اقاله مدربين، في انديه مش هتصبر او مجالس اداره الانديه مش هتصبر على المدربين اللي عندها، ممكن يكون مدرب كويس بس ولكن التوقيت بالنسبه له محتاج فرصه من التوقيت او في وقت طويل ان هو يقدر يعمل انسجام مع الفريق بتاعه، يقدر يفهم، يقدر يحقق نتائج ايجابيه، فدي بتحتاج وقت طويل. هل مجالس اداره الانديه دلوقتي ما بتستمرش او ما يبقى بالنسبه لها في صعوبه ان هي تستمر على نتائج سلبيه؟ فبالتالي الامور يعني كله متحفظ، المدربين متحفظين بشكل كبير جدا، كل مدرب مش عاوز يخسر، الانديه كلها مدعمه دعمت بشكل كبير جدا، وما بقاش في فرق نقول في فرق طبعا في المقدمه وتخاف منها وتعمل لها حساب، وفي فرق دلوقتي دعمت بشكل كبير جدا، فانت داخل ما تعرفش ده هيلعب بطريقه ازاي وهيمشي ازاي، فمحتاج عدد كبير من المباريات عشان تقدر تفهم كل فريق في الدوري. ولكن المجمل انت لو شفت نسبه التهديف في الدوري هذا الموسم قليله جدا، يمكن يكاد يكون مثلا سيراميكا احرز 3 اهداف في اول مباراه، فاز في اول مباراه، بعد كده يمكن الزمالك فاز بمباراتين هدفين وهدفين، بعد كده واحد هتلاقي طبعا في تحفظ كبير، هتلاقي 1-0، هتلاقي 1-1، هتلاقي تعادل، فدي نتائج انا بالنسبه لي شايفها ان لسه الدوري طويل، وبالتالي كل المدربين خايفين من بعضهم، اللعيبه نفسها خايفه من بعضها، فمحتاجين وقت عشان نقدر نحكم على الدوري، ولكن في تحفظ كبير جدا جدا من المدربين واللعيبه خلال المباراه اللي اتلعبت في الجوله الاولى او المباراه اللي اقيمت امس.